مساكم الله بالخير ويا هلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم درايش مباشرة من استديوهات البرج في الرياض. مساء الخير سيد. مساء النور والسرور، الله يحييك كريم، منورة ومنورين مشاهدينا في ثالث حلقات برنامجنا درايش. يعطيك العافية. درايش هو برنامج ترفيهي ثقافي منوع يعرفنا على ثقافة مدن ومناطق المملكة، أسئلة تاريخية وجغرافية وثقافية متنوعة. جوائزنا القيمة في انتظاركم. للمشاركة معنا على الهواء أرسلوا كلمة درايش للأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة وراح يتواصلون معاكم الزملاء في التنسيق. عندنا هدايا من شركة الحميدي للساعات ومبالغ مالية وقسائم شرائية من شركة رقيب للمفروشات. وفي نهاية الأسبوع عندنا سحب على سيارة مقدمة من شركة الوعلان لكل اللي أرسلونا طوال الأسبوع. سعيد سمي، أنا اليوم بسألك سمي، إحنا اليوم ثالث يوم رمضان وكل عام وإنت والمشاهدين بألف خير. خير إن شاء الله بصحة وسلامة. إيش فطورك اليوم؟ والله فطوري اليوم بما أني أنا عزوبي رمضان هذا كان فول وتميز وجميع أنواع السبوسات المتوفرة في السوق. طيب اشتهيت شيء وما حصلته اليوم؟ والله اليوم صراحة اشتهيت القامات أمي الله يعطيها الصحة والعافية. الله يحفظها. إيه والله. الحين أنت قلت لي أول حلقة إنك تحب السمبوسة وأنا قلت لك القيمات، قلتني ولا اشتهيت؟ لا لا القيمات أمي غير، القيمات أمي غير، إن شاء الله بإذن الله موعودين بإذن الله يوم أجيب لك تذوقين يا رب. الله يعطيها طولة العمر يخليها لك. الله يسلمك. نرحب بضيوفنا في الاستديو، الله يحييكم جميعا منورينا. حلقتنا الليلة من مدينة خميس مشيط في منطقة عسير. مدينة خميس مشيط واحدة من أهم مدن التراث والثقافة والسياحة في السعودية. تتمتع الخميس بطبيعة ساحرة ومناخ صيفي معتدل بإضافة إلى مجموعة فريدة من المعالم اللي تجمع بين العراقة والحداثة من متاحف أثرية، مزارات تاريخية وأسواق قديمة وغيرها. تشتهر خميس مشيط بالعديد من الحرف اليدوية المشهورة عند أبناء المنطقة من زمان. معنا اليوم صناعة الفضة مع الأستاذ عبد الله الشهري. نرحب فيك معنا برنامج الله درايش. الله يحييك إن شاء الله. ومرحبا ألف. الله يسلمك ويبقيك إن شاء الله، طول عمرك. تسلم. شرف لنا. الله يخليك. الله معنا يسلم. أيضا الحرفية أم محمد، حياك الله. وأيضا ما نقدر نمر على الجنوب بدون ما نتكلم عن الأطباق الشعبية. معنا اليوم الشيف راعي عسيري، حياك الله نورتينا. الله يسلمك ويحييك إن شاء الله، حياكم الله. راح تحضر لنا طبق مشهور جدا من المائدة الجنوبية ويا هلا فيكم يا منورين اليوم. طبعا طبقنا اليوم راح يكون المشغوطة. يا سلام. أوه. يا سلام. أوه. أنا أكلتها وأنت؟ أنا مدمن مشغوطة. أنا المشكلة اليوم أنا باكل مشغوطة، يمكن اليوم فعلاً أنام في الاستديو فعلاً. لا تكفى، أنا أحب بكرة عندنا حلقة. والله أحب المشغوطة، ترى عجيبة غريبة. بالعافية. بالعافية عليكم إن شاء الله. مسابقتنا سهلة، بسألك سؤال وأعطيك ثلاث خيارات ولازم تختار الإجابة الصحيحة خلال 30 ثانية عشان الوقت. تبدأ جائزة السؤال من 4000 ريال ومع كل ثانية تنزل قيمة الجائزة. في حال جاوبت صح راح ننتقل للدرايش، درايش الحظ مع سعيد، وكل دريشة وراها جائزة قيمة. صحيح، وراء كل دريشة جائزة قيمة. المتصل اللي يوصل لمرحلة الدرايش ما عليه إلا يقول وقف مع حركة النور اللي بتكون على الدرايش. أول ما يوقف النور راح نفتح له الدريشة ونشوف طال عمرك حظه، وإن شاء الله حظه كبير إن شاء الله. وناخذ اتصال الأول. ألو. ألو. مرحبا ألف. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. من معي؟ معكم شارد السلمي. من وين تكلمنا؟ من جدة. من جدة. ماي. كل عام وأنت بخير. أنت بخير وصحة سلامة. كيف الأجواء في جدة؟ طيبة. رطوبة ولا لسه؟ لا لا رطوبة. أوه لا ما يتكلم كلامه. لا يتكلم جدة. كيف رطوبة ولا لسه؟ لا باقي باقي أقول لك. طيب من وين تكلمنا، في البيت ولا وين مكانك؟ لا والله في البيت. من معاك؟ لحالي. لحالك؟ لا احكي لنا معاك. يلا ناخذ السؤال. السؤال يقول ما اسم المهرجان الذي نظمته هيئة الأدب والنشر والترجمة مؤخرا في خميس مشيط
عندنا ثلاث احتمالات وركز معي. الاحتمال الأول مهرجان الكتاب، الاحتمال الثاني الكتاب والقراء، الاحتمال الثالث مهرجان الشعر. عندنا 30 ثانية وابتدى الوقت معك. روق روق لا تستعجل. مهرجان الكتاب. اصبر يا ابن الحلال. الكتاب وشبيله. شبيله الكتاب. القراءة. ايش قول؟ صح صح. يعطيك العافية. صح. إجابة صحيحة وثلاث ألاف ريال. وننتقل أكيد مع سعيد. حياك الله. الحظ. حياك الله يا بغيت تضيع الإجابة يا صاحبي. ألو. أيوة ألو حبيبي. يلا أبغى أسمع منك. وقف. صحيح صحيح. قول وقف. وقف وقف. هلا وغلا. دريشة رقم ثلاثة. رقم كم؟ ثلاثة. يمين ولا يسار؟ يمين ولا يسار؟ يسار يسار. يسارك يمين وعجلك سمين. ولا تشيل هم. يلا إن شاء الله حظك حلو. ولا هم. فزت بثلاثة آلاف ريال وعليها كوبون 3000 ريال من مفروشات رجيب. تستاهل. يعطيك العافية وكل عام وأنت بخير. بخير صحة سلامة. يعطيك العافية. الله يعافيك. وناخذ الاتصال الثاني ونقول ألو. 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 أرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. من معي؟ عبد غزواني. من وين تكلمنا؟ من جيزان. كل عام وأنت بخير. وأهل جيزان بخير. سلامة. كيف الأجواء يا أهل جيزان؟ طيب اللهم لك الحمد. حلوة. كيف أجواءكم؟ أجواءنا حلوة. اللهم لك الحمد. تجنن أجواءنا. إيش فطوركم اليوم؟ الحمد لله الحمد. مرسة وسمك سمبوسة. يا سلام. ما شاء الله ما شاء الله. معك أحد؟ زوجتي. الله يخليكم البعض. يلا ناخذ السؤال. اللهم أمين. الله يجزاك خير إن شاء الله. السؤال يقول: متحف تراثي وأيقونة معمارية في الخميس تضم مجموعة من القطع التراثية المعبرة عن المنطقة ومجتمعها المحلي. عندنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول قرية بن حمسان، الثاني قرية الفاو، الثالث قرية هجر. عندنا 30 ثانية وتفضل. رقم واحد بن حمسان. كفو. برافو. كفو. إجابتك صحيحة. بالفعل قرية بن حمسان التراثية من أهم المتاحف في عسير، وتوجد في مدينة خميس مشيط، واستغرق بناء القرية 8 أعوام بدءا من عام 1990. مبروك عليك. وننتقل أكيد لرايش الحظ إن شاء الله. مبروك يا عبدو. الآن ها الله الله يبارك فيك إن شاء حبيبي الله حبيبي. وإن شاء الله فعلك التوفيق بمجرد ما تبدأ. اللهم أمين. الله يسمع منك إن شاء الله. أبي أسمع. وقف. إن شاء الله حظك حلو. لازم تمرن جيزان يا أستاذ. أبشر والله أبشر. بس قول اللي حيقول لي. وقف وقف. دريشة رقم 7. تستاهل يا عبدو تستاهل. فيها كرتين. تختار يمين ولا يسار؟ يمين. درب الغانمين. يمين درب الغانمين. تستاهل. كل خير. تستاهل كل خير. آها إيه. أنت فزت ب4000 ريال. والمدام جاتها ساعة مقدمة. ألف مبروك. تستاهل. تستاهلون جميعا. ألف مبروك. كل عام وأنتم بخير. ألف مبروك. شكرا لمشاركتك معنا. أعزائي المشاهدين طالعين فاصل وراجعين لكم. حياكم الله معنا في الجزء الثاني من حلقة الليلة. للمشاركة أرسلوا كلمة درايش على الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة، وفريقنا أكيد راح يرجع يتصل عليكم. ووراء الدرايش مفاجآت كثيرة. عندنا ساعات قيمة من شركة الحميدي للساعات، وجوائز مالية وكوبونات من شركة رقيب للمفروشات. وفي كل أسبوع راح نسحب على سيارة مقدمة من شركة الوعلان. تعتبر الفضة جزء مهم من الزينة قديماً وحديثاً، وخلال فقرة الحرف راح نعرف أكثر عن هالحرفة والقطع التراثية المصنوعة من الفضة مثل الحجول. وتفضلت معنا. إحنا كنا نتناقش. الله يحييك إن شاء الله. إيش اللي هي يسمونها؟ طبعاً في اختلاف. في اختلاف في الحجول وفي الصمادة وفي العصابة. اي طيب ايش الدارج اكثر والمفروض؟ الدارج اكثر اللي هي العصابة. اها العصابة هي الدارجة الاكثر.
طيب راح نتعرف على هذه المعلومات القيمة في مجال الفضة مع ضيفنا اللي مشرفنا من الجنوب. مرحبا لك. مرحبا فيك، الله يسلمك ويطول عمرك. أنا عندي سؤال. تفضلي. كذا هذا سؤال شخصي. تفضلي طالع. هل ما زالت الفضة مطلوبة اليوم؟ يعني هل الطلب عليها عالي؟ في خلال العشر سنوات أو الخمس سنوات الأخيرة نشوف أن فيه طلب عليها. أوقات معينة ولا على طول؟ نعم، في المناسبات الوطنية أكثر. طب أنا شخصيا أحب الفضة. في المناسبات الوطنية زي لا، أنا أشتري غير مناسبات. يعني أحب الفضة كذا، يعني تكون عندي معادن الفضة موجودة عندي أرتاح. كلها أصبحت دارجة. صحيح. المجتمع كامل، نعم. طيب هل الأسعار تتفاوت؟ وأنا سؤالي لك مباشرة، إيش أغلى قطعة سويتها و انباعت بسعر؟ ممكن أغلى قطعة شريتها أنا. شريتها عندك شغف. نعم شريتها، هي لبة زي كذا وما طلعت فضة. هي طلعت ذهب. على أنها فضة. نعم. طب كيف نعرف، كيف نقيم؟ فيه مادة نستخدمها اسمها تيزاب. هذه تكشف معدن الفضة والذهب. مادة اسمها تيزاب. نعم. أيوة. هذه تكشف الفضة والمعدن والذهب. ايش عجبك سعيد؟ والله صراحه تحفه، بس انا هذا اللي استفزني اللي قبل شوي تكلمون عنها اللي إيه؟ اسمها لانه انا اعرف انه هي العصابه. ايوه، والصماده. الصماده نعم فيه لكن العصابه هي الدارجه اكثر. هي الدارجه وهي المعروفه هذه طبعا للعروس زمان. اي نعم كانت تستخدم. طب هل ما زالت يعني مطلوبه الان؟ يلبسونها خاصه في المناسبات العرائس. الوطنيه وفي العرايس. اي نعم. احنا لما نتكلم عن فضه نتكلم عن تراث قديم. حلو. ولا زال الان رجع بقوه. شوفي هذا كنا عملات قديمه. هذا الريال الفرنسي القديم. أوه. اللي هو النمساوي. اي نعم. وهذا الريال العربي الملك عبد العزيز رحمه الله عليه. الله يرحمه. اي نعم، وعليه التاريخ. طيب هل تحتاج تلميع الفضه؟ نعم اكيد. إيه هذا تونا لمعناه الان. طيب عندي سؤال، علمت احد من عيالك هذه الحرفه؟ ولا بس تبي تحتفظ فيها لنفسك؟ ممكن انا في الفتره هذه انا جالس اتعلم منهم الان. من اولادك؟ صاروا يتغلبون علي الان. ما شاء الله تبارك. اي والله الحمد لله. لانه فعلا هذا عالم انا بنفسي صراحه اعشقه. الله يسعدك ان شاء الله. في اشياء في سعيد اشياء كنوع من الشغل على الفضة مختلف تماما. نعم. ما ألقى إلا في الفضة. مثل هذا الحزام. هذا الحزام عجيب. هذا يسمونه الرعاد. هذا. طيب هذه في أحجار أنا قاعدة أشوف. هذه كلها أحجار كريمة، كلها عقيق وكهرمان. طيب كم تبيع الحزام هذا؟ عجبني والله انه عجبني. والله انه جميل. ما في مشكله. شوفي تفصيله يعني فعلا كل واحدة بلون. نعم في ضربات ويضرب بذي. ليش يضرب هذه؟ يضرب هذه النقش هذا. اي نعم. والله نقش يعني هو شغل قديم مره. يعني اعزائي المشاهدين ترى الحرفه هذه مو سهله، يعني اذا ما كان الواحد يهواها ما راح تطلع بهذا الجمال. وكلنا اكيد واللي يشاهدونا يعني يحبون الفضة ويستخدمونها أكيد بمناسبات. أنا شخصيا ما أستخدم مناسبات معينة. يعطيك العافية. الله يسعدك. والشغل حلو وأهنيك على هذه الموهبة. الله يسعدك إن شاء الله يا طيب. برجع لك أنا، برجع لك بعدين. كلنا راجعين لك. يمكن نأخذ من عندك قطعة بعد. نأخذ اتصال. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟ عبد الله الرزقي من محافظة العرضيات. يا هلا وسهلا. كل عام وانت بخير. كل عام وانتم بخير. ونشكركم الحقيقة على هذا البرنامج الرائع الشامل الذي فيه يعني يقف المشاهد على يعني خلفيات عن التراث المحلي والتاريخ المحلي. ما شاء الله ما شاء الله. الله الله, الله يخليك. وشكرا شكرا لهذا الدوق. طيب كيفك في الجغرافيا؟ معلوماتك والله كيف؟ والله إن شاء الله طيبة يعني. قدها 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 إن شاء الله. إحنا سؤالنا لك عن الجغرافيا. والله تفضلوا. يلا بكل سرور. زاد فضلك. يلا نأخذ السؤال. تفضلوا. السؤال يقول أي من هذه السدود يتبع لخميس مشيط؟ عندنا ثلاث احتمالات وركز معاي راح أقول لك إياها. سد سدوس وسد وادي تندحة وسد ثادك. عندنا 30 ثانية وتفضل.
سد وادي تندحه. الله كفو. الله عليك اجابتك صحيحه. ويعتبر وادي تندحه من اكبر روافد وادي بيشه، ويعرف بغزاره المياه ووفرتها وجوده محاصيله الزراعيه. مبروك عليك، وانتظر. يبارك فيكم. انتظر لسه الخير قدام، لسه جاي. بنروح مع سعيد ونشوف درايش الحظ. مرحبا وسهلا. مرحبا وسهلا. الله يبارك فيكم. انا اول شيء بسني ما شاء الله على فصاحتك صراحه ومفرداتك. انت صحيح. رجل ما شاء الله عليك صراحه. بارك الله فيك. وان شاء الله والله. والان ان شاء الله حظك معانا في الدرايش. قول لي وقف وانت بخير ان شاء الله. اسلم. دريشه رقم 2. نعم. دريشه رقم 2 فيها كرتين، يمين ولا يسار؟ وقف. قول يمين ولا يسار. الحين تعدينا حدنا. يمينك. يمين. درب الغانمين. الله يبارك فيك. ابشر ابشر ابشر. تسلم حبيبي. الله حبيبي. انت فزت يا طويل العمر والسلامه. ذكرني باسمك. عبد الله الرزقي، محافظه العرضيات. عبد الله الرزقي، فزت معانا ب 4000 ريال. جاوبت ما شاء الله قبل التايم. بيض الله وجهك. وما فزت بالدبل، فزت بالترابل. ضرب ثلاثة تستاهل. ألف مبروك. بيض الله وجهكم. ألف ألف مبروك. ربحت 12,000. شكرا لمشاركتك. كل عام وأنت بخير. الله يحفظكم على راسي. تسلم. شكرا لك. أهلا وسهلا. يا هلا. ناخذ اتصال جديد. مساء الخير. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. ألو. ألو. يا حلوك. كم عمرك؟ 14 سنة. وش اسمك؟ محمد محزري. خالد محمد. والنعم. من وين تكلمنا؟ من الرياض. يا هلا وسهلا. من معاك؟ أنا وأبوي بس. أنت وأبوك؟ إيه. يلا ناخذ السؤال. جاهز؟ جاهز. الوالد متحمس يساعدك؟ عزيز. إيه. يلا. في أي مركز؟ في أي إيش؟ ساعديني. أكيد بساعدك يا قلبي. في أي مركز من مراكز خميس مشيط يقع جبل الطور؟ عندنا ثلاث احتمالات: وادي بن هشبل والطريب والحيمة. عندنا 30 ثانية وتفضل. الوالد وين يسمعنا؟ يشاهد. وادي بن هشبل. برافو عليك، إجابة صحيحة. 4000 ريال يعطيك العافية. وشكرا لأبوك، الإجابة صح. وننتقل لدرايش الحظ مع سعيد. تفضل يا سعيد. حبيبي خالد أبو خلود سمعني. إيه. يلا حبيبي، من تبدأ الإضاءة على الشبابيك أو الدرايش أبغى أسمع. وقف. يلا أبشر. قول وقف. وقف. دريشة رقم 10. دريشة رقم 10 يا حبيبي يا خالد، فيها كرتين. تبي الكرت اليمين ولا كرت اليسار؟ يمين. يمين. ابشر 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 باليمين. ابشر باليمين. يلا نشوف الحظ وان شاء الله حظك على طول حلو. ب 4000 ريال، وهذه 2000 ريال زيادة تستاهل. مبروك. تستاهل يا خالد. 6000. يلا كل عام وانت بخير وشكرا لاتصالك. طالعين فاصل قصير ونرجع نستقبل اتصالاتكم اكيد في برنامجكم درايش. ويا جعلها ترحب ملايين مشاهدينا على قناة السعودية ومتابعي برنامج درايش. راعية، ها كيف المشغوثة؟ مشغوثة مشغوثة. ها على كيفش؟ كيف؟ هذه هي المشغوثة. الله. سعيد شيء من الاخر. انا خايف. بس لا تجي لا تجي لا تجي. لسه والله خايف. انا دائما دوري ايش هنا؟ أيه. اني انا اطمنك على الموضوع. اي وبعدين انت يوم تجي تلقى كل شيء جاهز. الامور زينه بس اهم شيء. اي اي الحمد لله. طيب ابي اعرف كيف الطريقه، وهل في اختلاف في تحضيرها من مدينه الى مدينه ولا هي طريقه واحده؟ طريقه تحضيرها واحده. المشغوثه هي اصلا في الاساس في منطقه عسير مشهوره باللبن واضافه المويه او دقيق الذره. دقيق البر، دقيق الاختلاف من ناس يحطون دقيق البر. أيه. ناس يحطون دقيق الابيض. طب الاطعم ايش؟ انا احس ان البر الذره.
والله الذرة هي اللي أطعم، يعني هي من منطقة لمنطقة تختلف. طيب هي المشغوثة، هي اسمها مشغوثة، اسمها لها ثلاث مسميات إلى أربع. وين بالضبط، في أي من منطقة عسير تحديدا يسمونها العصيدة. عصيدة زي الرياض عصيدة، اي بس يسمونها عصيدة الذرة، او هي اصلا مسماها عصيدة الذرة. بني شهر اللي هو الشهري والاسم، المكونات واحدة بس لا تختلف. لا مكوناتها تختلف من منطقة العصيدة ما فيها حقت نجد الرياض ما فيها لبن، صح؟ بس هذه فيها لبن. الناس يسوونها بالحليب، يسمونها مشغوثة. اللي يسوونها بالبر، اللي يسوونها بالدقيق الابيض، اللي يسوونها. انا ايش تفضلين انتي؟ انا افضل انا احطها بالدقيق الذرة والدقيق الابيض، احطها ميكس عشان لا تكون لا ثقيله ولا خفيفه مره. لان الذره في الاساس تجي شوي ثقيله، فاحط معاها شوي ابيض، الطحين الابيض عشان يعطيها شويه لون ويعطيها يعني طراوه شويه. طيب تختلف عن المبثوثه ولا؟ اي تختلف. المبثوثه بر، الطحين البر اللي هو حبه القمح. الذره هذه هي الذره، انا اصلا تعمدت جبت حب. سويتيها اليوم؟ اي جبتها حب عشان الناس تعرف وش الذره، لانه الناس اكثر الناس يفكرون حب الفشار او الذره. صحيح. فهذه هي الذره. طيب. اسمها الذرة بيضة. أنا قاعدة أشوف حركات وبركات. أكيد هذه السفرة هي لازم تتجهز مع الرطب، مع التمر مع العسل، السمن، الرضيفة. طبعا هذه هي تكون نسميها الرضيفة. خلاص صارت جاهزة. هذه أنا عشقي مع العريق. هي أصلاً أساس الأكلات الشعبية الرضيفة. صحيح. أي أكلة أصلاً إحنا نختص تحديداً أنا مع العريكة. أنا العريكة، المشغوثة، المبثوث، خبز الوحدة، يعني خبز الميفة مع العسل والسمن، كلها لازم تجي معها الرضيفة. تدرين إذا جو يراضوني وأنا مشتهية مرة عريكة وهذا شيء مو موجود، يجيبوا لي عادي سمن عادي، يقول لا لازم عريكة إذا ما شميت ريحتها. أكيد أكيد الرضيفة هي الأساس، المائدة الجنوبية، خلينا نقول تحديدا الجنوب أكثر أكلنا بالسمن والعسل. صحيح. فلازم تكون موجودة الرضيفة. أترى أنا من عشاق العريكة. يلا يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يعافيك إن شاء الله. ألو. أهلا. يا هلا وسهلا، مرحبا ألف. أهلا فيك. من معي؟ ريما محمد. ريما من وين تكلمينا؟ من الدمام. يا هلا وسهلا. يا سعيد. يا هلا. أهل الدمام. هلا. جوك أهل الدمام والشرقية. هلا وغلا. من وين من عندك؟ أهلي. معك؟ ها؟ أهلي. وين الحماس؟ خلنا نسمع أصواتهم. أهل الدمام، وين الحركة؟ تونا ثالث يوم رمضان. يلا يا شباب. وين الفعاليات؟ كثيرين. موجود الفعاليات؟ كثيرين هريس اليوم. إيه شكله. إيه لا. يلا. جاهزة نأخذ السؤال؟ أيوة. يلا. عطونا السؤال. السؤال يقول طبق من أشهر الأطباق الجنوبية يصنع من البر المطبوخ باللبن ويؤكل بالسمن والعسل، فما هو اسمه؟ عندنا ثلاث احتمالات، الاحتمال الأول العريكة، الاحتمال الثاني المشغوثة، الاحتمال الثالث السويقة. عندنا 30 ثانية وتفضلي. المشغوثة. اصبري 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 يا بنت الحلال. بنت اصبري. بنت يلا. اصبري اللي تحبها ريما معنا اليوم توها تقول تحبها. العريكة. 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 نعم جاوبتي صح. برافو عليك. وننتقل لسعيد ودرايش الحظ. ها سعيد لا تقصر مع أهل الدمام. أبشري. لا أهل الدمام على رأسي من فوق يا أمرون أمر. شوفي أنت ترى ما جاوبتي يعني في الوقت. لا ما جاوبت صح. ما جاوبتي. ولا راح الوقت؟ والله راح الوقت. شو تشوف؟ طيب ريما أنا أقول يعني ما نقدر أن نجي على الدرايش لأنه ما حصلت جائزة. فما طيب لها جوائزك. طيب ريما معي؟ اي معك. موجودة معنا جوائز وهدايا من عندي، هدايا ريم، وراح نشوف الهدية المقدمة لك من عندي. 1000 ريال تستاهلين يا ريما، وألف مبروك. شكرا لاتصالك. العام وانت والعائلة بخير. هم بس الله يهديهم لو يتعنون. يستعجلون فعلا ما ياخذون. يعني اصبروا شوي. يلا ناخذ اتصال جديد. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا، من معي؟ معك عبد الرحمن. مرحبا. يا هلا وسهلا. أرحب. مرحبا ألف. من وين تكلمنا؟ من جدة. من جدة. من معك؟ معي الوالد والوالدة. حلو. الله يحفظهم يا رب. جاهزين؟ أيوة جاهزين. يلا ناخذ السؤال.
كل سنة أنت طيبة. وأنت طيبة يا رب، وبخير وصحة وسعادة يا رب. يلا ناخذ السؤال، ما هي الفاكهة التي تعرف باللهجة الجنوبية بالحماد؟ عندنا ثلاث احتمالات، العنب أو الرمان أم التين. عندنا 30 ثانية. وعلى إيش؟ الحماد. الحماد قولوا. التين. التين إجابة صحيحة. نعم، وثلاث آلاف ريال. والتين من الفواكه الصيفية المشهورة في خميس مشيط، إلى جانب الرمان والخوخ والخوخ وغيرها. معانا؟ يلا ننتقل مع سعيد ونشوف حظك مع الدرايش. حبيبي جاهز؟ جاهز. يلا بمجرد ما تبدأ الأنوار على الدرايش أبغى أسمع منك وقف. قول وقف. يلا وقف. دريشة رقم 4، ويا ريت تسمعونا من الهاتف عشان ما يصير في عندنا ارتدادات. عندك كرتين يمين ولا يسار؟ يمين. ضربة مارمين. كفو. تستاهل 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 ترى. يلا ان شاء الله كل الجوائز طيبة، اليمين واليسار كله طيب. والله كل جوائزك حلوة يا سيد. اي والله جوائز اللي انت بقدمتها بعد ما قصرتي والله. فزت معانا ب 3000 ريال وساعة مقدمة من الحماضي تستاهل. ألف مبروك وكل عام وانت والعائلة بخير. شكرا لمشاركتك. فاصل وراجعين لكم أكيد في برنامج درايش. حياكم الله في فقرة جديدة من فقرات درايش اليوم، واللي وده يشارك معنا يرسل كلمة درايش برسالة قصيرة على الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة، وراح يتواصلون معكم الزملاء من الكنترول. جوائزنا تجمل وهدايانا قيمة، وعندنا قسائم شرائية من شركة رقيب وساعات الحميضي، واللي ما يحالف الحظ راح نسحب خلال الأسبوع، وإن شاء الله راح يكسب معانا سيارة مقدمة من شركة الوعلان. دقيقة بس، أنا بس اسمحي لي بمداخلة يا ريم. الأخت اللي اتصلت لنا قبل شوي ريما فازت معانا بأربع آلاف ريال لأنها كانت إجابتها صحيحة فعلا، هي المشغوثة بالضبط، وفعلا إجابتك صحيحة وسامحين على هذا اللي حصل. ولك مننا 4000 ريال زائد الألف ريال اللي من ريم. تستاهلين وإحنا نعتذر. ريال تستاهلين. مدينة خميس مشيط تقع ضمن نطاق أعمال هيئة تطوير منطقة عسير، وما شاء الله في كل يوم نسمع ولله الحمد عن مشاريع جديدة في عسير. تم الإعلان مؤخراً عن 7 مشاريع تطويرية لتحقيق استدامة المدينة وتحقيق مبادرة السعودية الخضراء. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. من معي؟ معك عبد الله حربي. عبد الله من وين تكلمنا؟ من القصيم. يا هلا وسهلا بأهل القصيم، وكل عام وأنت بخير. أنت بصحة السلام إن شاء الله. شلون الجو في القصيم وشلون أجواء رمضان؟ في جمعات ولا للحين؟ لا لابد بالجمعات. لابد فطور ولا سحور؟ أكثر شيء تحرصون عليه؟ لا فطور بس. الفطور؟ السحر خلي يدبر نفسه. يا جعل بالعافية. يلا جاهز لأخذ السؤال؟ بسم الله. يلا السؤال يقول، ما هو اسم النادي الرياضي الذي يمثل محافظة خميس مشيط؟ سهلة. عندنا 3 احتمالات، القادسية، ضمك، الخميس. عندك 30 ثانية وتفضل. عبد الله ارحب. قول. ضمك. ضمك. ايه هذا هو صح. مبروك إجابة صحيحة. نعم، وتأسس نادي ضمك في عام 1966، والنادي حاليا من أندية الدوري روشن. نتمنى لهم التوفيق ومبروك عليك. وننتقل الحين لدرايش الحظ مع سعيد. حياك الله. حياك ونشوف الله. حظك. والله خوفتني يا عبد الله يوم شفتك ساكت، قلت لا يكون بعارف الإجابة. لا معلوماته واضحة. قاعد أركز بس. تعاون تعاون ولا وتشجع؟ لا هلال. هلال. كفو كفو. يا سلام. كل هدية والنعم. الحين من تبدأ الإضاءة أبغى أسمع من عندك وقف. يلا يا عبد الله. يلا يا عبد الله. بسم الله. قول. وقف.
دريشة رقم واحد، دريشة رقم واحد يا عبد الله. فيها كرتين، شو تتوقع سيد؟ يمين ولا يسار؟ والله ما أدري. عابد ارحب. يمين ولا يسار؟ لا على يمين إن شاء الله. يمين. أبشر 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 أبشر. والله والله أنت شلون حظك أبو عابد؟ والله نقول على الله. على الله. لا إن شاء الله حلو. أنت فزت معانا بأربع آلاف ريال في إجابتك على سؤال ريم، وعليها كوبون مشتريات بقيمة 3000 من رقيب للمفروشات تستاهل. ألف مبروك يا عبد الله، كل عام وأنت بخير، وشكرا لمشاركتك. ناخذ اتصال جديد. ألو ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا، حياك الله. من معي؟ إبراهيم العنقية من الرياض. يا هلا وسهلا فيك، كل عام وأنت بخير. بصحة وسلامة إن شاء الله، شهرك مبارك. علينا وعليك وعلى المشاهدين أكيد. كيف الجو عندك؟ والله الحمد لله تمام، الله يسلمك. سمعت صوت، من معك؟ كيف؟ من عندك؟ عندي الوالدة وأخواني وأخواتي. الله يحفظكم جميعا، يلا ناخذ السؤال. أوكي. السؤال يقول: ما هو اسم الشيلة ذات الأطراف الملونة في خميس مشيط؟ هذول أكيد أكيد العائلة راح تساعدك. عندنا ثلاث احتمالات: الاحتمال الأول المنخل، الاحتمال الثاني المنديل، الاحتمال الثالث المريشة. 30 ثانية ومعاك الوقت. المنخل لا. أي ما ظنيت. المنخل. لا 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 استبعد أنا. المنخل. لا. نعم صحيح. هذا دعم. نعم إجابتك صحيحة، 2000 ريال. والمريشة جزء من لباس السيدات التقليدي في الجنوب، وتصنع من القطن الأسود مع أطراف ذات ألوان زاهية، وتلبس عادة مع المنديل الأصفر. وننتقل الحين للدرايش مع سعيد. حبيبي أبو عابد حياك الله. من اللي أعطاك الدعم؟ من اللي قال لك الإجابة؟ ولدك. اي والله والنعم ما شاء الله، تستاهل نص الجائزه. الله يطول. لا كلها مو نص حبيبي. الان جحد الولد. اي راحت ان شاء الله. لا اعطيها كلها، ما اخذها منه كلها. الله يخلي لك يا رب. طيب ها الحين الاضاءه قول لي وقف. طيب قول وقف. دريشه رقم 5 يا ابو عابد. شو اسم الولد؟ الولد شو اسمه؟ إبراهيم. إبراهيم الله يحفظه. إبراهيم سم. يمين ولا يسار؟ يسار. يسارك يمين. خلنا نغير المرة. يسارك يمين. أبد الجوائز كلها طيبة، كل جائزة أجمل من الثانية. تقول لي شو اسم الولد؟ إبراهيم. أي هو اللي جاوب. هو اللي جاوب. وفزتوا بكم طلع لهم؟ 2000 ريال. الألفين ريال يا إبراهيم زادت 4 أضعاف، تستاهل. ألف مبروك. الله يسلمك. ألف 8000 ريال عليكم بالعافية، وكل عام وأنتم بخير. تستاهل. ناخذ اتصال جديد. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا، من معي؟ عبد الله الزهراني من جدة. يا هلا وسهل، يوم أهل جدة منورينا. كيف الأجواء يا أهل جدة؟ حماس؟ لا والله الحمد لله، أجواء رمضانية وممتازة. والله ليش قايلك كذا؟ رطوبه ولا الجو معتدل ولا ايش ولا في البيت؟ لا والله اني طالع، بس الجو يعني درجه حراره 30 31، بس متعودين. بس حلو. ايوه حلو. لا ما هي رطوبه مره مرتفعه. أيوه. طيب عندك احد ولا لوحدك؟ لا لوحدي. لوحدك؟ لا كلنا معك ان شاء الله. وجاهز ناخذ السؤال؟ يلا ناخذ. يلا تفضل. السؤال يقول: من الفنون التقليدية في الخميس يؤديها الضيوف في المناسبات الاجتماعية للإعلان عن وصولهم للمناسبة؟ عندنا 3 احتمالات: الاحتمال الأول المدقال، الاحتمال الثاني الخطوة، الاحتمال الثالث العرضة. عندنا 30 ثانية. لا 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 لحظة، ما قلت لك 30 ثانية. روق 30 ثانية. أيوه الحين ابتدى الوقت معك، تفضل. روق مو بالعرضة، يلا راحت العرضة. اللي في النص. وايش اللي في النص؟ وايش اللي في ما هو في النص؟ طيب ولا اللي في النص؟ طيب يلا عيد الخيارات. المدقل. المدقل هي اول واحده.
نعم إجابة صحيحة المتقال. والله يعني بصراحة أنت مريت على الإجابات كلها. المتقال يشبه المسيرة ويتكون من صف واحد، ويعلم به الضيوف عن حضورهم للمناسبة، ويتقدمهم عادة الأكبر سنا أو الشيخ لتقديم واجب التهنئة للمضيف. استاهل. لا سعيد ناخذ الدرايش. ألو يلا روح الدرايش نشوف حظك مع سعيد. ابشر يلا من تبدأ الإضاءة أبي أسمع. وقف يلا صحصح شوي ترك ربحان معنا. يلا وقف. وقف دريشة رقم اثنين. دريشة رقم اثنين ما فيها إلا كرت واحد. تمام خير وبركة. فزت معانا بالفين ريال وعليها ساعة مقدمة من حماضي تستاهل. ألف مبروك ساعة العيد جدك من الحين. عليك بالعافية وشكرا لك. فاصل وراجعين لكم أكيد. حياكم الله معنا مجددا في درايش. أرقام التواصل ظاهرة أمامكم على الشاشة، وكل اللي بينكم وبين جوائزنا القيمة هو أن ترسلوا كلمة درايش من خلال خدمة الرسائل القصيرة. جوائز مالية وهدايا قيمة في انتظاركم، مقدمة من شركة الحميدي للساعات وشركة الرقيب للمفروشات. وفي نهاية كل أسبوع راح يدخل كل المشاركين معنا عبر رسائل SMS في السحب سيارة مقدمة من شركة الوعلان. انتظركم أكيد. هاي راعية كيف المشغوطة؟ خلاص جهزت. جاهزة؟ خلاص صارت جاهزة. يعطيك العافية. الله يعافيك. أنا عندي سؤال لك سعيد. سمي. أنا ملاحظة هذا الشيء في رمضان طبعاً قبل الفطور. أنا طلعت في النهار وتبت أني أطلع مرة ثانية. أشوف الناس كلها معصبة. أشوف الشوارع ما يمر شارع يعني أعدي فيه إلا في مضاربة. صحيح. إلا في اثنين يتهاوشون. صحيح. إلا الشارع واقف. طيب يا جماعة وش السالفة؟ هذه فعاليات رمضانية. هل هو من الصوم ولا أنا يتهيأ لي ولا إيش السبب؟ والله شوفي أنا أقول لك يعني غير أنها فعاليات رمضانية يعني أحس أنه وهم. يعني كل واحد يحط على شغلة السبب. اللي يقول لك أنا والله ما تقهويت الصبح. أيوة. واللي يقول لك دلة ما تقلد من الهيل. واللي يقول لك والله ما مريت على البرستا. واللي ما دخنت واللي ما خذيت واللي ما سويت. فهي أعتقد أنها يعني حالة كذا وهمية. والله بدأت أخاف أطلع في النهار وأنا أشوف هذا المنظر. خفت خلاص تفت بعد أطلع أشوف الناس كذا يتضربوا. قلت يا ربي وش فيه يا ساتر. المشكلة أنه يكمل في البيت. يكمل لا تكملون في البيت. أنا هنا بزعل منكم لأنه اللي في البيت هم الثروة. علشان هم الحياة. بعدين ليش تجوا تعصبون؟ مو هم اللي يجهزوا لكم الفطور؟ علشان لا يدخلون المطبخ ويتضاربون يعصبون. شوف يعني أنا أقول رفقا بالقوارير. أنا أقول ترى هم الحياة وهم النعمة في كل بيت. أنا أحس إن القوارير أحد الأسباب. لا 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 ما أسمح لك. القوارير هم اللي يجهزون لك الفطور. أنت بس تدخل وتهاوش تقول وين الفطور؟ علشان صح؟ والله بس في طلبات يعني في وقت ضيق باقي على الفطور. أنا أتمنى كل الرجال واللي موجودين الذكور بشكل عام في البيت يرتاحون يخلون القوارير على راحتهم لأنه والله فوق والله إذا صار المزاج حلو راح تأكلون أحلى أكل. على شهد على يلا ناخذ اتصال جديد ونقول ألو. ألو ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا ألف. من معي؟ معك محمد. النعم شوق محمد. شوق محمد من وين تكلمينا؟ شوق محمد. والنعم شوق محمد. حور 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 ما شاء الله. طيب ليش نايمة أنت ولا إيش؟ مستحية؟ ها؟ صاحية. صاحية؟ إيه. طيب من عندك؟ معايا أبوي وأمي. وأنت كم عمرك؟ يا حلوة. 11. يا حبيبتي الوالد أبوك وأمك يسمعونا؟ ها؟ البابا والماما يسمعونا؟ إيوة. يلا ناخذ السؤال. يلا 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 يلا. لا متحمس. من أدوات صنع القهوة قديما ويستخدم صوتها لجذب الضيوف؟ سهلة. عندنا ثلاث احتمالات. المحماس الودي والدلة. عندنا 30 ثانية وتفضل. خلي ماما وبابا يساعدوك يا حور.
ايوه طيب المكماس. ها المكماس ايش؟ المكماس. طيب حور الاجابه رقم اثنين. رقم اثنين ايش رايك تختاري رقم اثنين؟ ايوه صح. مبروك الاجابه صح وربحتي معنا 1000 ريال. وننتقل مع سعيد ونشوف حظك في الدرايش. يا مرحبا بش يا حور، يا مرحبا بش في الدرايش، يا هلا بش. يلا بمجرد ما تبدا الاضاءه ابغى اسمع منك وقف، قولي وقف. يلا يا حور. وقف. رقم تسعة يا حور، رقم تسعة الله يحفظك. في كرتين، تبين الكرت اللي في اليمين ولا اللي في اليسار؟ أي واحد. اليسار. يسارك يمين، يسارك يمين وعجلك سمين يا حور. يسارك يمين. أنت فزتي بألف ريال وزايد عليها كوبون مشتريات بقيمة 3000 ريال من الرقيب السليم. ألف مبروك، كل عام وأنت والماما وبابا بخير. سهلا. شكرا لكم. ناخذ اتصال جديد. ألو. هلا عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وأنت بخير. وأنت بصحة وسلام. من معي؟ مع عبد المحسن. مع عبد المحسن، يا هلا وسهلا فيك. من وين تكلمينا؟ من جدة. يا الله أهل جدة أم الرخا. وش أنا مشتاق، أنا ودوني جدة، بروح الجدة يا سعيد. والله لابد المنتو والأغمش والحاجات الحلوة. شكرا يا حبيبتي. جاهزة للسؤال؟ إن شاء الله. يلا السؤال يقول: من ضمن الزي الجنوبي التقليدي قبعة تلبس للحماية من الشمس، فما هو الاسم المحلي لها؟ عندنا ثلاث احتمالات: الاحتمال الأول الوقا، الاحتمال الثاني الرشا، الاحتمال الثالث الطفشة. عندنا 30 ثانية مع عبد المحسن. نعم. ما أجملها الطفشة؟ دقيقة. أي والله أي والله. دقيقة. الطفشة. برافو، إجابة صحيحة. 3000 ريال فعلاً هي. فعلا هي الطفشه. انا رحت الابها ولبست الجنوب، قلت ارقوني مع الطفش، ارقوني لابسه الطفشه. الطفشه مصنوعه من الخوص، توضع فوق الراس عند الخروج من المنزل نهارا للعمل لاتقاء حراره الشمس. ننتقل الحين مع سعيد ودرايش الحظ. حياك الله، يا هلا ومرحبا. الله يبقيك. بمجرد ما تبدا الاضاءه على الدرايش ابغى اسمع وقف، قولي. قولي وقف. وقف. دريشة رقم ثمانية. دريشة رقم ثمانية فيها كرتين، يمين ولا يسار؟ اليمين. اليمين. درب الغانمين وتستاهلين كل خير. فزتي معانا بي كم فازت يا ريم؟ 1000 ريال. 1000 ريال وزادت 2000 ريال. تستاهلين. تستاهلين. ألف مبروك. ألف مبروك. تستاهلين يا أم عبد المحسن، يعطيك العافية وكل عام وأنت بخير. عبد المحسن تعال يا سعيد. أنا لازم أجي الحين. أنا مستحيل أقعد أكثر من كذا. هذه طفشة بس صغيرة. هذه طفشة صغيرة. هذه أنا بس أحطها كديكور. لا أنا اللي لبستها أكبر طفشة. فيك يا أبها. طفشة كبيرة. ما شاء الله. الحين هي جاهزة. ها؟ هذه جاهزة خلاص. هذه تنسرق لي. ريحة السمن. هذه المشغوطة. هذه تنسرق لي. في لها أكثر من اسم: العيش، المشغوطة، العصيدة. أنت حطيتي الحين العسل صح؟ حطيت عسل ورضيفة وكل شيء تبغون أغرف لكم. بالله أبغى يعني أنا أشوف هذه ترى تخوفني. تخوف. مقدر. والله ما قص الله عليك. أنا السمن، أنا عذاب السمن. هذه المشغوطة هذه لها شغل ترى. لا حجر خاص. شوف الرضيفة، الرضيفة لها حجر المرو، نحرق الحجر. كل شيء. إيه.
يا سلام عليك. بس والله تعب هي صح؟ إيه. والله يبي لها شغل. يبي لها شغل. يبي لها شغل من اليوم أنا أشوفها والله تشتغل حبيبتي. أوه ريم هذا يعني فيها ملوحة وفيها سويت. العسل هو اللي يحليها. تمر مسوي شغل. والعسل برضه هو اللي يحليها. أنت حطيتي عسل ها؟ إيه عليها عسل. يعني هي مالحة. لما يجي عليها العسل تعطيها ملوحة و حلاوة. حلو إيه؟ حامض حلو. حامض حلو. حامض حلو. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا ما هي بالأشهر في منطقة عسير تعتبر الأشهر العريكة أكيد. أعزائي المشاهدين سهرتنا من خميس مشيط انتهت، خذيناكم معنا لحصونها ومشينا تحت المطر في بساتينها وختمناها مع المشغوثة. شكرا جزيلا لضيوفنا في الاستديو وللأستاذ عبد الله الشهري والشيف راعي عسيري والأم محمد شرفتونا، وشكرا لكل من تابعنا والكل اللي شاركوا معنا اليوم بالاتصالات، ومبروك عليهم الجوائز اللي كانت من نصيبهم معنا في درايش. اللي يراسلونا راح يدخلون تلقائيا معنا في السحب على الجائزة الأسبوعية الكبرى المقدمة من شركة الوعلان للسيارات. برنامجنا معكم يوميا وطوال شهر رمضان المبارك على قناة السعودية بمعلومات ثرية وجوائز قيمة. نلتقي بكرة على خير من مدينة جديدة من مدن بلادنا الحبيبة. تصبحون على ألف خير. راح ناكل المشغوثة.